نكون على موعد مع الفتيات. ليش العربية؟ لأنه بدنا نكون على موعد مع المستقبل، والمستقبل بدنا نبني سوا. ما زادت النساء تذهب في دراساتهن يذهبن باتجاه الدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية والتي أحبها كثيرا، ولكن لست متأكدة من أن المستقبل سيوفر فرص عمل في هذه القطاعات. أغلبية الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن من جهات إقليمية ودولية وحتى محلية تبين أن الفرص تتقلص في المجالات الاجتماعية وتتسع أكثر فأكثر في المجالات العلمية والتكنولوجية. الأعداد اللي صارت كبيرة للسيدات بتترافق، وهذا شيء ملفت ومحزن، بعودة إلى تقلص نسبة انخراطه في العمل. هذا الحدث الهام اللي فعلا سيكون طلبة اليوم العالمي اليوم الدولي والحياة التي كانت في حالة الصلاة في عالمية، هو اليوم العالمي اللي سنحصل عليه كان حاسبية اليوم العالمي الذي يتم احتفال به في رابع خميس من شهر حكومة الاستيصال بعد يومين. تكون احتفالية جميعا على العالم. تم اطلاق هذا اليوم العالمي للاقتصاد الان دولي للحياة الاقتصاد في عام 2011. ومن ذلك اليوم تم انشاء 300,000 حول العالم احتفاليات هذه في أكثر من 170 دولة في أكثر من 11,000 حدث. أنا سبع دول أقلموا الحقيقة والأرقام ضعيفة جداً فيها، هي شغلة كتير أمور طبعاً، ولكن خلينا نقول إنه ممكن نسبة أعلى كمان لهذه الفجوة كانت في أفريقيا لوصلت لنسبة 25.3%. طيب لما نسمع للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً نأكد على أن تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا لا يزال تنزيماً ناقصاً وقليلاً وبشكل عالم أيضاً، وأيضاً وتحديداً في المنطقة العربية أيضاً. بالنسبة للبيانات اللي عندنا كانت بتقول أنه 250 مليون امرأة أقل من الرجال يستخدمون الإنترنت، 200 مليون امرأة أقل من الرجال يمتلكون هاتفاً محمولاً، وبالتالي هناك 12% عالمياً يستخدمنا من النساء التي يستخدمن الإنترنت أقل من الرجال. نتمنى على القائمين على المسابقة ننزل السن شوية بحيث إنه إحنا ندرج عدد أكبر، لأنه زي ما قلت حضرتك لكم إن الدنيا الميكس بتبتدي بدون ميكس، بيبتدي من بدري، يعني لو بيبتدي من سن 10 سنين، فيا ريت ننزل بالسن المسابقات عن كده أو في كل الأكاديميز لو تسمح لنا الدكتورة فادية، ننزل بالسن القانونية للفتيات عن لعشر سنين ونطلع بيه بحيث انه احسن ندي فرص، لان في ناس خرجت من كليات ثانيه غير كليات علميه بس حابين يرجعوا لمجال التكنولوجيا، يبقوا مثلا في سن 25 26، فلو ممكن نعملها كاتيجوريز مثلا من 10 ل 18 او من 18 ل 25 بحيث ان احنا نتيك افري بادي اون بورد. الحقيقه المسابقه يعني كان في اقتراحات حتى في الاسم كثيره جدا، بس احنا خلى عنصر الانوفيشن في الاسم بهدف، احنا كنا عايزين نستخدم زي ما الدكتور ابراهيم كان بيتكلم على التكنولوجي ان هي كروس كاتنج في كل القطاعات، فاحنا قلنا ان احنا هنستخدم التكنولوجيا كاداه للاتفاق، مش الهدف ان احنا نطلع منتجات مثلا جديده تكنولوجيه وان كان ده شيء يبقى مهم وخطير، لكن الاهم ان احنا ندمج التكنولوجيا في ابتكارات تخدم المجتمع. انا دخلت مجال الساينس وبدات المركز الثاني متعامله على مشكله الناس اللي عندها كره، ازاي يعرفوا ان هم الكره دي دخل فيها بكتيريا ويوجد البكتيريا، وعلى اساس الدكتور ده بيقدر يحدد الدواء الموجود. طيب بعد كده دخلت رجعت تاني انجينيرنج لان انا لقيت نفسي فيه اكتر. الانجينيرنج استفدت منه ايه؟ عملنا روبوت بعباره ان هو بيمشي مكان معين، حاجه زي العربيات اللي بتمشي في الشارع عادي لما بتشوف ناس قدامها المفروض ان هي بتقف بتبدا تحاول تطلع الكوبري. طبعا بدانا نعمل هاردوير وسوفت وير، بالهاردوير كان ان احنا بنبني الروبوت بنوصل كونكشن، والسوفت وير كان ان احنا نعمل الكود ان انت اول ما تشوف مثلا شخص قدامك المفروض تقف، او اول ما يكون في كوبري المفروض نمشي او نحاول.
طيب ايه اللي بعد كده؟ دخلت مسابقة انوفيشن، دي كانت من اكتر المسابقات اللي انا استمتعت فيها. كانوا حاطين لنا كاتيجوريز معينه بنمشي عليها. اول حاجه بتكون احنا نشوف الكاتيجوريز اللي بتقدم لنا، بعد كده نبدا نشوف ايه المشاكل اللي بتواجهنا على اساس الكاتيجوريز دي، بعد كده نبدا نفكر كلنا كتيم، كنا كلنا بنات، كانت اسمها انوفيشن فور جيرلز، ان نتعلم البنات البرمجه. كان في نص الكريبلم بيعلمنا لغه برمجه مختلفه نقدر نبرمج فيها الاب بتاعنا او الموبايل اب بتاعنا.